ليش أحس قلبي صار قاسي بعد كذا صدمة؟ صرت ما هم مني رضا أحد غير رب العالمين. حبيبتي أنتي، يعني إحنا قلنا إنه بعد الصدمات أحد الأشياء اللي نتصورها إنه يكون عندنا تطرف، إما في المشاعر إما الطريقة هشة جدا أو قاسية جدا. فتلقين الناس اللي قاسين جدا مرة تف، هذولا من الصدمات يعني ورتهم الحياة خلتهم قاسين، أو يكونوا مرة هشين كلمتين كده تخليهم يبكون ينهارون وكذا. فعادي تصير مثل هذه الأشياء. دورك إنك أنت الآن تنظفين الصدمة. ما المفروض إنك تكونين كذا؟ أنت إنسان، المفروض إنك تكونين في النص، المفروض إنك تكونين في النص. تنصحيني أسوي التنظيف وأنا بعز الصدمة وقوية، ولا راح يؤذيني أكثر؟ قصدك الآن أنت وسط صدمة وما زلتي واقفة على حيلك ومتماسكة، وتقولين هل أنظف الصدمة الآن ولا راح تأذيني أكثر؟ أبغى أقول لك أنه أنت لازم يكون القرار من جوا، أنت اللي تشعرين. وأنت الآن وسط عاصفة، فممكن أنك أنت ما تقدرين تشوفين الأمور بطريقة صحيحة أو مناسبة. ومرات يكون هو الحدس اللي يقول لك سوي هذا الشيء، افعلي هذا الشيء. إذا كان شيء ملح أنا أقول لك سويه على طول، إذا كان في شيء ملح يقول لك سوي كذا افعلي كذا، لا لازم تسوي هذا الشيء الآن لازم تسوي. زي ما تكلمت لكم أمس، مرات أنت تضرب بالقاع عشان تتخذ قرار، عشان تأخذ خطوة، لأنك ما راح تأخذ هذه الخطوة طول عمرك. يعني سيدة لن تستطيع اتخاذ قرار الطلاق، لكن لما ضربت قاع بكل بساطة تأخذ قرار الطلاق. كان لابد أنها تروح تضرب هذه الضربة عشان تتخذ. فمثل هالقرارات اللي أنت تحس أنك لازم تأخذها وقت القاع، أقول خذها. في قرارات أخرى تحس أنك أنت مضطرب تجاهها، أنه أنت مو متأكد، أقول استنى لما أنت تعدي هذا الموقف أو هذه الصدمة. إذا ما في فلوس كيف أنظف؟ شوفي، إذا ما عندك شيء، عندنا ألبوم الباب الخلفي. إذا عندك شيء بسيط، عندك سيكادة، إذا تقدرين تدفعين أكثر عندك أبنوس. فقد الوظيفة صدمة، إذا الوظيفة هي اللي تسدد فواتيرك وهي اللي معيشتك، أكيد أكيد. طيب كنت مع أمي لما طلعت روحها وجاوا المستشفى، بكيت شوية بعدين قعدت صافنة. هل هذه صدمة؟ أكيد أكيد. طيب كيف أعالج الندم على الماضي؟
نظف التأنيب، عندنا جلسة التأنيب، تنظيف التأنيب. هل ينتهي التنظيف؟ تكلمت عن هذا الموضوع في أسرار التنظيف. أسرار التنظيف إيه ولا؟ إيش ننظف أول؟ الصدمة الأقوى ولا الأقدم؟ شوفي، في شيء اللي يصير هنا في يعني ما تقدرين تشوفين الدنيا، لأن هنا هذا له الأولوية. بس لو قلتي لي والله أنا بنظف الأقدام، بقولك هذه قد تتحرر معها. فهمتي قصدي؟ قد تكون هذه أصلاً صارت لأنها هي كارما لتلك الأولى القديمة. بس دائماً اللي في الوجه هو اللي يعيق، هو اللي يعيقك، اللي على السطح. بعد الصدمة ممكن الشخص يلعب دور المنقذ. قصدك يمثل هذا الدور عشان يغطي على القصة؟ ممكن، بس المشكلة في كثير من الأحيان ترى اللي عنده صدمات ما هو قادر يعطي هالقد، ما هو قادر يعطي هالقد. نوفة تقول أبي أقص شعري ومترددة. حبيبتي أنتي، ما في شيء يمنع. It's just an experience يا ماما. قصي وخذي التجربة وبكرة شعرك بيطول يعني. طيب. اسمع حبيبتي، تقول نصيحتك لعلاقة 7 سنوات حب واحترام ولا مرة التقينا بسبب الحرب والحصار وأنا عمري 31 سنة صرت. والله يا اسمع حبيبتي، ما 7 سنوات ما أدري وش أنتم قاعدين تسوون 7 سنوات. أعرف إن في ناس بيقولون لي ستايل قديم. ما هاي وجهة نظري. هل يبغى يتزوج ويتزوج، يبغى علاقة يبغى علاقة، عرفتي يعني. على فكرة ترى الرجل كثير أوضح وأسهل من المرأة أنه هو يعرف وش يبغى، أنه ما يضيع وقته يعني على قصة يعني بطالية. فأنا ما أدري وش القصة، وش القصة يعني، أنتم وراكم كذا يعني، وش القصة؟ ما دي موجودة. لو متزوجين كان زهقوا من بعض 7 سنوات، هاي السنة الخطرة. هاي السنة الخطرة. هنو تقول ملينا من الأسئلة، حبني وحبيته، جيبولنا شي في إثارة، جيبولنا شي في يعني شي جديد. حبيبتي أنتي، الرجال واضح وليس المتلاعب. إيه يعني أقصد إذا هو اللي مطولها 7 سنوات يعني إنه هو واضحة ولا لا؟ يعني إذا هو مطولها 7 سنوات يعني ما يزوج. بس امرأة طولها 7 سنوات تبغى زواج؟ لأنها هي كذا تلفلف.
طيب السؤال الخنفشاري، السؤال الخنفشاري، يلا ليش لسه ما رجعت السؤال للسوشيال ميديا؟ السؤال الخنفشاري الحين أنا يعني كويس يعني موجودة في البث يا ماما، خلينا يعني نمشي على هالقصة الحين. محمد يقول ما في سؤال أخو مشاري اليوم. لا أبغى من هي اللي قبل شوي، هي من هي يا جماعة؟ هي حنان ولا مين اللي قالت ملينا من حب وما حب؟ من هي؟ هي نبغى تجيب لنا سؤال أخو مشاري، تورينا إبداعاتها بما أنها ملت من أسئلتنا. أول سؤال في صندوق الأسئلة، متأكدة؟ بفتح. هل صدمة الفقد مرتبطة بصدمة الرفض؟ لأني مريت بكثير فقد ورفض بحياتي. مو بالضرورة، ممكن بس مو بالضرورة. إنه تقصدين إنه مثلاً أنت تعودتي على الرفض من الصغر، يعني عندك واحد من الخزانات معطوبة، فمرتبط الموضوع بينك أنت رفضتي فتفقدين الأشخاص في الطريق. بس الفقد اللي إحنا نتكلم عنه أوسع من كذا، إنه ممكن يكون قطتك، عصفورك، أمك، أبوك، شريك حياتك، ممكن يموتون، ممكن تفقدين شخصياتهم، ممكن نفقد أشياء، يعني ممكن تفقدين شنطتك، عرفتي؟ تكون مهمة بالنسبة لك هذه الشنطة. فالفقد هو أوسع من كذا، لكن الرفض هو يعني جزء من القصة. وأكيد الأشخاص اللي عندهم موضوع الرفض طريقة تفكيرهم ترى غير، أو خلنا نقول القصة اللي تلعب جواتهم غير اللي كل اللي تعرضوا للفقد، غير. واللي عندهم صدمة الرفض هم عندهم نوع من الاستعداد الموضوع، إنه ينقال لهم لا، إنه الناس تنسحب من حياتهم، إنه أحد يبلكهم، إنه أحد يختفي ولا يعطي أسباب. يعني في نوع من المعرفة لهذه الطاقة، هم عارفينها ولامسين هذه الطاقة وشامينها ونوعا ما متعاطين معها كثير، غير لما نقول فقد إنه حبل ونقص عليك. والأشخاص اللي هم عاشوا الرفض كثير لما يكبرون ترى هم يعني نوعا ما، يعني إذا صار فقد بأحد الأشكال اللي تكلمنا عنها، بلوك وما أدري إيش، قد يكون عندهم قوة أكثر من الأشخاص اللي ما عندهم تجربة الرفض. عرفتوا كيف؟ يعني هو من يوم هو صغير هو الرفض والرفض والرفض والرفض، فلما حد يسوي له بلوك يعني زي كل الليست اللي بلكوني. عرفت؟ تحس إنه يعني سوت زي كل القائمة اللي رفضوني قبل. فقد ما تكون ذات الألم وذات الصدمة مثل الشخص اللي يقولك واو انقطع الحبل. فمو بالضرورة إنهم يعني نفس الشيء، وإن كانوا مرات يعني يتقاطعون. أوكي؟ أوه ماي جاد، في تيسة. لا 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 لا. أوكي يا جماعة، أنا عشت اثنين، حبيبتي أنتي.